الراديو 90-90 هواها مصر. يلا عمل نفسك سامع ومخد لك خمسة صيانة وركز شوف هنقول ايه اتمسو خليك على الراديو تابع يلي بتسمعنا خمن كلمة سر الليلة ايه على الراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي على اللي سامعين سالي عبد السلام لا اله الا الله يا عيني يا بنتي يا مساء الفل ومساء البهجة ومساء كل حاجة حلوة على يوم مستمعين راديو 90-90 ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه واخباركم ايه يا رب دايما كويسين ومرتاحين وانا انا مالي سيبنا من الشكليات دي تعالوا بقى نتكلم جد بقى اتمسوا قولوا يا مس 199 رقم الاس ام اس ممكن كمان تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج فيسبوك / راديو 90-90 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 90-90 مع سبرايت المثل اللي يعطلك هتغيره وهو ده الجديد هنحاول نغير المجتمع على قد ما نقدر مفاهيم رسخوها في دماغنا مين اللي رسخوها يعني ايه رسخوها بتتكلمي كلام كبير ليه انت المهم ان هم قالوا لنا كده يعني قالوا لنا انه اقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها لا رفضك يا زماني مع اني اقولك على حاجه بقى البنت المصريه بتطلع شبه مامتها بالظبط تلاقي بنت مثلا قروبة صغيره بتتكلم نفس كلام مامتها فاهم اللي هو انت سامع تلاقي حته عيله صغيره كده بتقول للعيال انت سامع مين انت اساسا مين قال الكلمه دي انت سامع او هعاقبك مثلا الحاجات دي يعني مهم انه لا مش هركز ولا مش هقول لكم الحلقه ولا مش هقول لكم اي حاجه مهم المثل اللي معايا النهارده غير تماما بيقول لك اقلب القدر على فمها مال البنت ومال امها سقفة للبنت المصرية اللي قلت لها عايزة لف معاكي العالم واخترتك تكوني شريكة حياتي وقالت لك لا انا عايزة شقة جنب امي معروفة وانا واحدة منهم يعني مش هنكذب بس انت مقتنع ان فعلا كل بنت شبه مامتها لا دايما يقولك بص للام كده وهتعرف البنت عاملة ازاي بص للبنت وهتعرف الام عاملة ازاي ممكن لا في ناس تطلع خلف خلاف تماما في ناس لا يعني مش 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 هي بالظبط بس انا عايزة اسمع منك انت اكتر اتمسوا مع سالي عبد السلام على الراديو 90-90 هتنحنح كده ما انا كنت واخده اجازه امبارح منكم كنا بناخد الجايزه جايزه ماما احسن راديو في الشرق الاوسط والاوساط المجاور هفضل اقولها برضو عجبتني وطلعت لكم استاذه ايمان مختار عملتوا ايه في ايمان انا مش كتبت لكم على تويتر لا يجي جنب ايمان هاكله الا ايمان مختار حبيبتي بصي الحلقه ايمان وارتحتي حبيبتي المهم نرجع بقى لحلقتنا يلا اقلب القدر على فمها مال البنت ومال امها الناس يعني ده انا حاسه ان احنا هنختلف فيه شويه حاسه ان احنا مش هنغير فيه المجتمع شويه ما اعرفش انتوا قولوا لي الو يا عمرو الو ايوه يا سالي ازيك يا لا عمر طبع. اخبارك لا ايه طبعا وحشتيني وانت كمان انت متجوز ولا مش متجوز انا متجوز طب يا رب مراتك تسمعك وانت بتقول لا طبعا وقلت لي وحشتيني قال لي وحشتيني حضرتك يا رب هي اساسا عارفه ان انا بموت في حاجه اسمها سالي عبد السلام لا اذا كان كده اوكي طب بتغير مني ولا بتحبني لا يا ما اعرفش يعني هي من نفسنا طلعها يا عمرو يا فقتانا انا فاكره سليتي تنفعك اجي حلوه دي فاكره نفسها حلوه ايه يا فقتانا انت يا رب يخليكم لبعض طب ليه بقى هي شبه مامتها بالظبط في كل حاجه بالظبط نسخه بالكربون نسخه في الكربون كمان بين كربون انا قلت نسخه في الكربون ده جديده دي طب ايه لا 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 مثلا ايه مامتها عصبيه هي عصبيه لا لا بصي عارفه هي غلطه برضو يا عمرو غلطه يعني ما بتعرفش يعني فهمت صول لسانها في كل خناقه مش كل مره يا عمرو بعدين بعد كده عارف يعني هي مثلا بيبقى ليها حق بتضيع حقها بصوتها العالي غلط جدا أيوة. طبعا والغيره يا ثاني والغيره يا ثاني انا عارفه غيران عليك على ايه عمرو ما يعني ما اللي خدته القرعه برضه يا جماعه انا غيران عليا على ايه خدوه هي حلو مش حاجه طب انت متجوزه بقالك قد ايه بقالي يا ستي 12 سنه ولسه بتغير من 12 سنه لسه بتغير لا يا عم لا مش ممكن لا ده كده في مشكله طب هي ايه وحشت بعد الجواز لا هي زي ما هي وانت انا اللي حلويت انا حلاوتي جت على الجواز انا هنا حلويت بعد الجواز يعني انت لقيت احلى منها بكتير انا عديتها يا ماما انا عديتك بكتير ما انت لازم يا عمر التكياد على فكره والله العظيم انت مستفز فعلا بس هي نسخه من مامتها
بالظبط. طب لما بتتكلم معاها بتقول لها انت شبه مامتك في حاجه او زي امك بالظبط بتعمل كده؟ لا لا انا بصي انا ما بعمل حاجه جميله كده. إيه انا بتخانق بروح اكلم امها عشان تخلص. ما انا لوحدي انا كده مش هينفع. طيب انت ومامتها اصحاب صح؟ انا ومامتها على طول من رايح لورايح لامها. لا بصي يا طن الحقيني بقى عشان انا خلاص كده مش نافع. لا ما مش نافع. انت طلقتها كام مره لغايه دلوقتي؟ لا ولا مره. لا غلطان. لا غلطان. لا يا رب يا رب يهدي سلوكه وتفضلوا مع بعض على طول. واهم حاجه تبقى انت ومامتها اصحاب، دي احلى علاقه في الدنيا. طبعا هي انت طالما كسبت بقى ايه الراس الكبيره خلاص كده انت ضمنت البنت وامها. ما هو انا ما هو لو انا ما عملتش كده هعيش في ثواب. فلازم والله العظيم جدع برافو يا عم شاطر. بس تقلب القدر على فمها ايه تطلع البيت زي امها بالظبط. ما فيش مش هنغير المثل. ثانك يو عمرو نورتني. ميرسي نورتني. باي باي. المثل اللي عطلك غيره، احنا كنا عاملين نقول كده وهو ده الجديد مع سبرايت. بس هو واضح ان الاغلبيه يا جماعه. لا بس انا يعني انا مش شبه مامي في حاجات كتير جدا. لا او ممكن ابقى شبهها فعلا في حاجات كتير، بس ما خدتش مثلا وسواس النظافه، مرض النظافه. بحب الناس كلها، هي مش بتحب الناس كلها. لا برويه. لا كفايه عشان احنا متخانقين قبل ما انزل، فمش لازم ايه تنكد عليها قوي. 1909 ده رقم الاس ام اس. في حد بيقول اقرب القدر على فمها يا رب تفطس البنت وامها، ده رقم اخره 149. واضح ان انت شايل كتير. محمد عايده بيقول اولا ليه عتاب، هم اصلا يومين ليكي في الاسبوع فما لهاش لازم تتاخري علينا تاني. اوكي معلش كنت بستلم الجائزه والله، يعني الراديو بتاعي لازم اروح ويعني لازم ابقى عضو مؤثر مع الراديو. معلش يا عياده. قال لك ويا ريت بنات الجيل الجديد يطلعوا زي امهاتهم، ده جيل مهبب. دي حقيقه. في كمان يخلق من ظهر العالم فاسد ويخلق من ظهر الفاسد عالم. اوكي. في كمان ده حد كان بعتها لمروه وحسام بس جات لي انا، هعتبر الشكر ده ليا. بيقول الف شكر يا حسام ومروه ومن تقدم لتقدم، بس اكيد ما شفتش الاغنيه بس هو عايزنا انا اتقدم يعني. في كمان غزالة المعلمين نهلة سلمان بسلم عليكي يا حبيبتي، انت كمان وحشتيني الله يبارك فيكي. في كمان فعلا افتقدناكي يا حسين العدوي تسلم لي. جبت لكم ايمان، جبت لكم حاجه حلوه. ايمان هو في زي ايمان مختار. في كمان الف مبروك على التكريم، كنت زي القمر. ثانك يو. بصي بقى يا ستي، النهارده انا الراديو بتاعكم هفصل واطلب ايه فيكي لحد ما ماشي حاول تكلمنا لحد ما ارد. وهشغلك الاغنيه اللي جايه اللي انت بتحبها. في كمان من تاني انا عايز اشكر عبدو زيدان جدا، عايز اشكر محمد. ثانك يو والله العظيم على الهديه الجميله دي. مشكل مش هقول اي حاجه، انا شايله منكم مش عارفه. طب انت زعلانه ليه؟ مش عارف. بقول لكم ايه، عجبتني مسج والله مبعوته من اي جي على 199. بتقول الى كل بنت مصريه كوني مبدعه وطموح ومختلف فجمالك يكمن في اختلافك. احنا مختلفين، احنا بالصلاه على النبي خدنا المراه النكديه رقم واحد في العالم. احنا ممكن نخترع خناقه من الهوا، احنا مختلفين قوي. احنا لو ما نكدناش علينا ما نبقاش احنا. 199 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج facebook.com/radio99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او radio99. المثل اللي عطلك غيره وهو ده الجديد مع سبرايت. اقلب القدرة على فمها، مال البنت ومال امها. ليه دايما بنقول البنت شبه مامتها في كل حاجه؟ يعني البنت لازم تطلع كربونه كده لطش كده من مامتها ليه؟ الو ايوه يا سمير. تصدقي بالله لا اله الا الله ده حقي وسام الجمهوريه مش وسام الاذاعه. انا هاخد وسام الجمهوريه والنبي. مش وسام الاذاعه كمان يعني. والله يا سمير انا كنت بفكر ان نفسي في وزيره السعاده لو هنعملها في مصر او وزيره الاعلام. انت ايه رايك؟ اقسم بالله العظيم تكوني انت اول واحده في العالم. اقسم بالله ان شاء الله طول ما انتوا معايا انا هكسب باذن الله. احلى برنامج واحلى مذيعه في العالم كله. ربنا يبارك لك. هات بقى بقيه الخمسه جنيه اللي انت ما قلتليش كلام حلو. وانا اتكلم حضرتك. ربنا يخليك ليا. تسلم. انت بتشتغل ايه يا سمير؟ العظيم من يوم ما اشتغلتي وانا نفسي اكلم حضرتك. الله انت بتشتغل ايه طيب؟ الاخفاء والاماره وكلها فيك. الله يبارك لك ويسعدك ويهنيك. يا رب يا سعاده والدتك بيكي. والله مع انها ما بتحبنيش. طيبه لجابت انسانه زيك اكيد مليون المية تبقى ست طيبه مليون المية. ربنا يبارك لك يا عم سمير. انت بتشتغل ايه؟ بتقالك ربنا. نعم. انت بتشتغل ايه؟ بنشتغل سواق. سواق ايه؟ سواء ملاكي. الله حلوين بحبكم. ربنا يبارك لك. قول لي بقى اقلب القدر على فمها، مال البنت ومال امها. فعلا يعني هو مش مال البنت ومال امها، هو يعني اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. لازم تشبه البنت لامها على طول.
لازم تطلع زيها. لازم يعني انت اكيد مليون المية الحاجة نوارة زيك. اه والله زي فعلا والله يا جوهرة. جوهرة يا ريتني ما كنت زيها. جوهرة زيك كده. ربنا يبارك لك يا عم سمير. انت عندك بنات وولاد؟ الاول ومبروك على الحج الاول عمرة. العمرة ادعي لي الحج يا رب باذن الله يا الله. بس تجيب لنا حاجة حلوة معاك بقى وانت جاي. هجيب لك بلح بالشوكولاتة وانا اروح استنى. واروح انتظرك بالعربية في المطار. ربنا يبارك لك. تسلم لي يا عم سمير وعلى راسي. طيب اتكلمي الكاس. انت انسانة طيبة وبرنامجك برنامج فظيع 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 والله العظيم. انت اللي فظيع ومن احلى المكالمات اللي جات لي. ربنا يسعدك. تسلم لي يا بنتي. ما سمعت قناة زيك ولا واحدة زيك. ولما عدت سابوك من البرنامج من 4 لـ6 انا كنت حزين حزن جامد قوي. ليه ما حلوة من 6 لـ8 رجعت لك زي زمان. انا ما كنت عارف انت جاي من 6 لـ8. ربنا يخليك لي وتسلم لي يا عم سمير. كنت بتبسط جدا واقعد للبرنامج ده من 4 لـ6 قد كأني مستني ايه كده في الدنيا. الله يسعدك الله يسعدك ويهنيك. ربنا خليك ويجعلك من الفائزين على طول وعايزين اعطيك على طول كده يا رب. ربنا يبارك لك. شكرا يا عم سمير. انت عارف بتطلبيني الا انا صعب اني بطلبك جدا يعني والله. ده انت تنورني. ده انا هاخد النمره حالا. ربنا يخليك ليه يا عم سمير. قولي على الهوا عشان مصر كلها تكلمك. ربنا يسعدك يا بنتي. تسلم لي يا عم سمير. شكرا مع السلامه. انا عايزك تكلمني على طول النبي. قال مش عارف اوصل لك والله. ربنا يخليك ليه وتسلم لي وهتوصل لي دايما عشان انت قلبك حلو ونظيف. ربنا يبارك لك. ميرسي يا عم سمير. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. قلبت كيوت وكده خرابي. اللهم حبب فينا خلقك. انا جيت تاني. هو ربنا عايز كده. انت هنعمل ايه بقى؟ 1-99-9 رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او ايه بقى؟ او تبعتولي على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا. اللي تعملين تستظرفوا على تويتر انا سايباك وهزار وهزار. ندى ونوال بس بتضحكوني والله. عايز اسلم على كل الناس كمان على تويتر على راديو 99. بقول لكم ايه؟ سبرايت قريت لك هو ده الجديد. المثل اللي يعطلك غيره. اقلب القدرة على فمها. مال البنت ومال امها. ليه البنت تطلع زي امها؟ مع ان انا لا هقول رايي في الاخر. الو يا سامح. ازيك يا سامح؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. انت كويس؟ انا كويس. انت بتزعق ليه؟ انت بتتكلم من اقاليم ايه؟ انت بتتكلم من بلد تانية؟ دي مكالمة دولية؟ انت فين؟ مكانك فين؟ انا في المطرية. بتهزر؟ اه والله. سلام للمطرية وكل جدعان المطرية. حلوين. ايوه والله. حلوين. حلوين. سامح. ايوه يا سالي. اقلب القدر على فمها. مال البنت ومال امها. مال البنت ومال امها. احنا مالنا يا سامح؟ ايه اللي احنا مالنا؟ يعني البنت تطلع شبه امها ولا لا؟ طبعا يا سالي طبعا. بقول لك ايه، انا مبعوت لي دلوقتي على تويتر ان انت كلمت ايمان امبارح. كلمت ايمان مختار؟ عملت في وشي ارتك كده. لا ايمان ما تعملش كده. ايمان دي قمر قمر. بتقول لي انا مش مرتاحه لك. شفت؟ ما هي ما هو انت برضه يا سامح. انا مش مرتاحه لك. طب طلعت على الهوا ولا ما طلعتش؟ طلعت على الهوا مره واحده. وانت عايز تطلع كم مرة يا سامح؟ يا سامح انا مش مرتاحالك. عايز تطلع كم مرة طيب؟ انا عايز اطلع معاك على طول. اذا كان كده يبقى اوكي. نورتني يا سامح والله. طب بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ اتكلم على الشيخ محمود حمدي. اه؟ اللي منورنا النهارده في المصنع. يا ريتني قفلت. ومين تاني؟ الشيخ محمود ومين تاني؟ وكل اهل المطرية. ومين تاني؟ والمعلم يونس الكبير. طبعا ده حبيبي ده ابو موز. ومين تاني؟ حبيب. طب بقول لك معلش. نعم. ما هو انت فاتح الهوا بقى. 90 90. عايز ايه؟ مبروك للراديو 90 90. الله يبارك فيك. تسلم. عايز ايه؟ الله يخليك. مكتكدينك وربنا امبارح بجا. اديني جيت لك اهو. ده ايمان كانت بتعمل فيا خدمه. تعملوا في الست كده. بس هي اللي عملت فينا بقى. دي جميله. تسلم لي ونورتني حبيبتي. تسلم لي يا سامح. باي باي. مع السلامه. يعني عليك يا ايمان اقسم بالله. ويعني اللي بعتلي على الواتساب تقولي تبقى حلقه مراجيح. شفتي يا ايمان؟ قلت لك مش هتسدي ومش هتسلكي. معلش يا ايمان مش عامل فيك كده تاني. مفيش طلوع مكاني تاني. بس انت شلتيني يا حبيبتي والله. هقول ايه بس؟ عايز اسلم على كل الناس بقى. نوال عايز اسلم عليك يا حبيبتي. عايز اسلم على اقرا المسجز. اول حاجه انت الانجليش بتاعك لابس في حيطه. ده محمود بهاء. انا زعلانه انه questioned
questions يعني ايه؟ مش حاجة اسمها كده. It's a question. سؤال. question. ED ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ Is it a verb عشان احط لها كده؟ قال لك سالي عاملة ايه؟ انا بحبك جدا والله وانتي عاملة لي بلوك على انستغرام. يبقى اكيد يستظرفت يا قلت كومنت مش حلو. اكيد انا ما عملش بلوك الا كده. بس بعد ما ارد عليك برضو لان انا مش هسكت يعني. وبعتلك مسجز كتير وانتي حلقالي جدا وانا حزين والله. اتمنى تشيلي البلوك. هشيل البلوك لو بقيت كويس. لو اديتني وعد انت اكيد كتبت كومنت مش معجبنيش. في كمان انا هبه السيسي اسلم على اختي اسراء وحشتيني يا سالي وعندي امتحان بكره دايلي ان شاء الله يا حبيبتي تنجحي يا رب كل الناس اللي بتمتحن. ولا خدنا بيها حاجه. اي أيوة والله ولا اشتغلنا بشهادتنا اساسا. محمد عياده يا رب يحبب في خلقه وانتم كمان الحمد لله يا رب نعمه ده رزق والله. انا ساره وبحبك جدا وحبيبي شوقي وربنا يقرب البعيد. ربنا يقربك يا عم شوقي. في كمان من تاني هبة بسلم عليكي تاني. في سالي I'm Naveen your taxi mate I was with you in عمرة lately great hearing you again. يا حبيبتي يا نيفين. اه يا جماعة انا عندي كده عندي مشكلة والله. انا بفصل لمجرد الفصال يعني والله العظيم غصب عني يعني. انا مش هقول لكم بقى ان انا يا جماعة بقى هادية وكيوت وكده يعني. بتهيألي انا الوحيدة اللي طلعت في برامج مقالب انتوا عارفين شخصيتي. هزعق وهتخانق وعامل مصايب. انا هو انا حتى في الشارع انا هو انا. ما فيش فايدة. حتى الناس تقول يعني عيب عليك احترمي توحشك. ما فيش فايدة والله لسان طول كده. مهم لقيت نبين عمالة فاصل مع التاكسي. هو قال 40 ماشي. انا رحت بكام لكو انت تخيلوا عشان ارجع الاوتيل تاني 10 ريال بعد ما هو قال 40 وعمالة تضحك. طب انا ممكن اشاركك ادفع معاك. مش عايز حد يدفع لي. انا دي بالنسبة لي متعة. سيبوني. وفعلا عملت كده وفي الاخر لا في الاخر اديت له حرام يعني. في الاخر رحت بقى مزوداه بقى يعني. دي مني ليه بس. وحشتيني يا نيفين يا حبيبتي. ايوه انا بموت انا في اصدقاء العمره دول. شيماء انور مثلا هي بتستظرف قالت لك انا بحبك قوي. شيماء انت صاحبتي. اقلب القدر على في امها. مال البنت ومال امها. عين هو مين اصلا اخترع المثل ده وعملوا المثل ده ليه؟ ويا ترى كل بنت بتبقى شبه مامتها ليه؟ بتتطبع بطبعها ليه؟ لازم نقعد نسال الاسئله. ايه لازم نقعد نسال نفسنا. نسال اسئله ايه؟ لازم نقعد نسال نفسنا الاسئله الوجوديه دي. الو عبد العزيز. الو ازيك عامل ايه؟ الو ازيك يا عبد العزيز اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه من الامر الاول. الله يبارك لك. الله يخليك. الله يسلمك. يا رب تقبل منك بقى يا رب يا زيزو يا رب. نفس الوقت على فكره يعني هل المثل ده فعلا بينطبق على يعني على كل البنات؟ يعني هل المثل ده فعلا بينطبق على الشخصيه بتاع البنت؟ انت مامتك واختك شبه بعض؟ لا هو في اختلاف طبعا يعني. هي الام بتحاول ان هي عايزه البنت تطلع زيها كويس او يعني. نفس الاسلوب نفس الطريقه ونفس ما تعرفيش يعني. الاب عايز الابن يطلع شبهه في اسلوبه في طريقته في حياته. الام نفس الوضع. انت طلعت شبه باباك؟ الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. طلعت ايه بقى يعني؟ هو مهندس انت مهندس؟ لا في الاسلوب في الطريقه التعامل مع لكن في المذاكره لا. تيجي عند المذاكره والشغل وتقول لا المذاكره لا مفيش بقى ولا مذاكره ولا بتاع الكلام ده. شفت بقى شفت هتموتني ملقوطه. يعني في الاخر سبته قال لك انا هبقى شبهك بس مش شبهك في كل حاجه يعني يا بابا ما تقفورش. احنا يعني انا واحد من الناس احيانا كده بشوف والدي في كل التصرفات انا بعملها بلاقي نفسي انا بتصرف زيه غصب عنك صح؟ يعني فعلا بيبقى في شبه بين التعامل بتاعي وبتاعه. البنت بتبقى نفس الوضع لما بتلاقي نفسها كده تلقائيه بتقلد امها في كل تصرفاتها. دي حقيقه. بس ليه يعني انت مع المثل ده اللي هو يعني ما فيش هتبقى شبه امها في الاخر؟ لا فعلا المثل ده حقيقي فعلا يعني. ماشي عبد العزيز. الناس اللي قدام دول مالوش امثله كده هباء. ماشي عبد العزيز هباء. عجبتني هباء دي. انت مثقف يا عبد العزيز. يا حبيبي انت مثقف. انت مثقف وبتسمع البرنامج ودي مش حاجه حلوه. لا بجد يا سالي انت بتعملي لنا حاله جميله جدا. ربنا يبارك لك وتسلم لي. ميرسي يا عبد العزيز. الحمد لله على السلامه يا جميل. الله يسلمك. تسلم لي. باي باي. مع السلامه. اتفضل. امينه بسلم عليك يا امينه. ادعي لك ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله تنجحي. طول ما انت قاعده بتسمعيني هتسقطي يا ماما. انت عندك امتحان الصبح بقى عيب بقى مش ذاكري بقى. برنامج ايه اللي هيضيعنا ده؟ مين سالي دي اساسا اللي هتنفعك؟ نوال بسلم عليك. انا قلت لك حتى الاطفال ليهم. يا نوال يا ما نفسي اعمل برنامج اطفال كده. يا معانا مكالمه دوليه من السعوديه ونقول الو. ايوه يا ندى. الو. هلا والله. والله هلا فيك. هلا فيك. عايزه ايه يا ندى؟ انت عامله مشاكل ليه على تويتر؟ عايزه ايه؟ انا النفسيه ايه يا ندى؟
ايه بقى؟ نفسوية ليه انا؟ اطلع السواد في تويتر. حرام عليك يا شيخ، احنا ناقصين، ده احنا الهب ومغطينا وربنا حمينا. ليه كده؟ لا والله عايزة اقول لك حاجة، والله العظيم تعبان تعبان اليوم مرة. عندك ايه؟ عشان اغيظ شخص. مين الشخص؟ هشام حبيب. فطلع فسمعتي الراديو؟ مش بيقول، مش بوصل انا وصلت. حرام عليك يا ندى، يا ندى هتموتي غرقانة. ليه مغروقة ليه يا حبيبتي؟ سلامتك يا روحي، ألف سلامة والله. قولي لي بقى، عايز تسلمي على مين الأول وبعد كده نتكلم في الحلقة؟ تفضلي. عايز أسلم على كل اللي في الهاشتاج، نوال، عبدو، ريهام، أمينة، إسراء، نوسة، نور الهدى لحد ما تقوم لها بالسلامة، وشوشو وشوشو طبعا. شفتي بقى وروينا لما تيجي بقى انتهى بالسلامه من الامتحانات. وروينا قولي لي بقى، ايه اللي بالقدر على امها؟ تطلع مال البنت ومال امها، ولا تطلع البنت لامها؟ لا تطلع البنت لامها. انت زي مامتك بالظبط. لا اتمنى اكون زيها، بس لا انا اشوف مو شرط يعني، الحين احيانا تكون معاملتك مع اولادك طريقتك بعدين، مو الحين يعني، مع زوجك، تعاملك مع زوجك. ها بس فيكي يعني منها إذا كتير. اذا طلعت على ماما يعني زوجي بيشوف ايام. الله هيمشي ويسيبك طبعا، يسيب لك البيت انت ومامتك. حبيبتي نورتيني يا ندى، ربنا يخليهولك ويخلي لك مامتك ويخليك نفسيتك الجميله يا ندى. اهدي بقى. حبيبتي نورتيني يا روحي، باي باي حبيبتي. حتى السعوديين بيسمعوا الراديو 90 90، وبرضه هم حلوين، مش هقول اكتر من كده. حلوين الله، حلوين 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 حلوين. سلام لكل السعوديين. عايزه اسلم على مين؟ محمود بهاء، انا فكيت لك البلوك، بس ايه اللي انت بتعمله يعني؟ انا هقولك حاجه بالراحه، انا لا هتعصب ولا هتضايق ولا هعلي صوتي، كل ما هنالك هفهمك غلطك بالشياكه. قال لك ثانك يو فور يور هيوميليتي. بصي يا حبيبي، هي ثلاث حاجات، هيومانيتي هي الانسانيه، هيومانيتي هيوميليتي دي يعني حد بيهينك، اهانه بعيد عنك وعن السامعين، هيوميديتي هي رطوبه. دول الثلاثه الاتش اللي هناخدهم النهارده في الدرس. بني براون، هيوميليتي دي يعني ثانك يو فور، تخيل يعني هيومانيتي يعني انا انسانه كده. في كمان سالي يعني بهجة، لو تعرفي كنت مخنوقة ازاي وسمعتك فرفشت. ربنا يسعدك يا شيخة دنيا واخرة، مبروك عليك الجايزة. انا رهان فاكراكي، لا طالما دعيتي لي يبقى هفتكرك، انا مش عايزة غير الدعوة الحلوة والله العظيم، بتثبتوني. ما تثبتنيش، ما تبعتنيش يا حليلة، ما تودينيش يا مبوق كبير، يا مبوق كبير. في كمان سالي، ممكن استأذنك في اني اسمع اكتر من روحي بحبك عشان خاطر طلب اخوي ده محمد حشد. انا عمر ما اخويا هيطلب مني اغنية زي دي، فده مش طلب اخوي، دي حاجه. تاني حاجه، ايه الاغنيه دي؟ مين بيغنيها؟ ما من امتى انا بجيب اغاني حد عايزها؟ انا ما لا يطلبه المستمعون، انا قاعده الساعتين في الاستوديو، انت مكاني؟ ما انت ممكن مثلا تنزل تعمل مشوار، تعمل مكالمه، فمش تسمع الاغنيه، لكن انا بضطر اسمع الاغنيه، يبقى شغل الاغاني اللي انا عايزاها ولا اللي انتوا عايزينها؟ اقنعك بالحجه. ها مين اللي كسب؟ طلعت انا صح، حس بيا. في كمان اسماء حجازي قالت مساء الخير يا ايمو، وحشتيني يا زليا. ايمان مش طالعه تاني يعني، بالصلاه على النبي كده ايمان مش هتاخد المعده تاني. وبعدين يا اسماء يا حجازي، انت مش كنت بتبعتي لي انا وبتكلمي لي انا في التليفون؟ لا ايمان خدت مستمعيني. هتترفدي يا مام. 199 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. محمود بقى بيقول لي لا اعملي لي بلوك احسن. حاضر انا هعمل بلوك تاني فعلا والله، ما انا لازم اقول لك غلطك. الله. في كمان عصام حسني، انا بسلم عليك من على الفان بيج فيسبوك سناش راديو 99. بيقول لي بالقدر على امها، انا مالي ومال بنته ومالي ومال امها. ده رشدي كده، رشدي بقى انت بقى ايه، عملت شخصيه بقى. ها هاني شنوده بعت لي على يعني في نفس الوقت على رقم الاس ام اس 199 وعلى فان بيج، تعالوا مع بعض نشوف بعد ايه، ما تيجوا نشوف. الهاني شنوده، يا سالي هو انا معمول لي بلوك على رقم الرسائل ولا ايه؟ ممكن حضرتك تتاكدي لي من فضلك، رقمي اخره 3 6. هسالك ما دام اعتماد في السابع، لان دي مش عندي انا معلومات اكيده، ولكن رقمك كله طالع يا عمان. بلوك على الرسائل ليه؟ انت عمل، لو عملت مصيبه يبقى اكيد هيتعمل لك بلوك، بس انت ما عملتش مصيبه، يبقى انت ليه خايف؟ ليه خايف؟ ليه بنربي الخوف جوانا؟ ليه انت عايزه ايه؟ بتقولي ايه؟
بس يعني انا ممكن اقول رقمك كله على الهوا لان هو في مثلا اربع ستات في الرقم من غير التلات ستات اللي هم دول. اقول ماشي خلاص هبط. في كمان تيمور انا بسلم عليك، رمضان كريم عليك كل سنه وانتم طيبين كلكم. في كمان محمود ماهر انا بسلم عليك، تسلم لي يا رب ان شاء الله. في كمان سحس قال لك اقلب القدر على فمها يا جمال سالي ومين زيها، مثلي على نفسك يا سمت، مثلي انت على نفسك. ايمان جمال انا بسلم عليك يا حبيبتي، ازيك يا كوكو، انا كوكو بحبك جدا، انا بقيت بحب اسمعك عشان بتفرحيني، يا رب دايما فرحانه. في كمان مها بسلم عليك يا حبيبتي، ما انت بتهزر يا ما انت يا جماعه مش اي حد لا حاجه على المثل. المنايفة بيسلموا عليك رشاد سرحان منو في ذاك رشاد. شريف بسلم عليك يا شريف، تسلم لي ميرسي. هاني شنو ده انت ما بعتش رساله عشان انا اقراها يا هاني؟ ها 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 ايه 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 بقى. كريم ابو زياد مش هرد، يعني انتوا ردوا عليه على الفان بيج انا مش هرد. خمسه صيانه بقى انا عمال اضحك على تويتر، ندى فعلا كهاده جدا يا ندى، ندى عم تغزوا يا جماعه على تويتر. لا يا شوشو مش مهتمه بالاس ام اس، اكتر مهتمه بيكم كلكم، بسلم عليكم كلكم واقرا اخر مسجتين واقول رايي. تريكا لا تريكا ما تزعلش مني معلش انا كنت على الهوا فما عرفتش ارد طبيعي. في كمان ابو امين وابو سيف وابو تريكا، ده محمد نصر بيسلم عليكم كلكم. بوجي بسلم عليك يا بوجي، قالك اختاري اغاني مهرفش عشان اعرف نذاكر. والله قال يعني في حد بيذاكر على الراديو؟ جديده دي والله العظيم اول مره اسمعها، احنا زمان لو كنا قلناها كنا ضربنا علقه. اقلب هاي لا تاني اقلب القدر على فمها مال البنت ومال امها. لا الاغلبيه هو اقلب القدر على فمها قميص نيسانج تطلع البنت لامها، دي الاغلبيه يعني، بس بنتمنى ان احنا نكون حتى فينا حاجه منهم فاهم. اللي قال الامثال نفسي اعرف مين اللي قال الامثال، يعني انا عايزه اقعد اجتهد كده شويه وسيرش واعمل على جوجل وبتاع، بس حسنا برضو ممكن ما اوصلش لحاجه، بس عايز اعرف مين اللي قال الامثال. انا ممكن اكون انا عكس المثل ده النهارده شويه، بس هو مال البنت ومال امها في طريقه حياتها، لكن غصبا عنا بالجينز او الطريقه او زي ما ربونا هنطلع زيهم. يعني ممكن تلاقي كلامي زي مامتي بالظبط، هتقعدوا معاها ايه ده انت بالظبط هي ده مش عارف ايه هي بالظبط. ف غصب عنا حتى لما انت بتقعد مع ناس كتير من بيتك هتلاقي طبعك بيطبع بيهم، يعني هتشوف اخويا ده هو عبد السلام، هو سريع عبد السلام، يا معايا احمد عبد السلام، الاثنين شبه بعض بالظبط بنفس طريقه الكلام هي يعني هم. هتلاقي والدك او والدتك بيتكلموا زيك، هتلاقي اخواتك بيتكلموا زيك، فمال البنت ومال امها انا ممكن يبقى ليا الستايل لوحدي ماي اون ستايل.